مستر مش ده سيريسلي؟ ايوه يا حبيبي هو سيريسلي يا مستر، ده سيريسلي. ايوه يا حبيبي، ما انا قلت لك هو. سؤال حصه النهارده، بتاكلوا السيريال ازاي؟ انا عملت ريسيرش واكتشفت ان احنا لو حطينا 100 جرام من السيريال على كوبايه لبن طعمه ساينتفك هيبقى حلو. انا بقى ما بحبش يبقى اي حاجه، بحب احط كل حاجه على بعض. يعني تاخد لك السيريال الاصفر ده على شويه شوكولاته عليهم صوص الكراميل من فوق، يا سلام. بوم طخ او طخ بوم. انا باكله كده عادي. كل واحد بياكل السيريال على طريقته. سيريسلي، هتاكل سيريال بره البيت وتختار كل حاجه فيه على مزاجك، السيريال، اللبن، وكمان التوبينجز. سيريسلي مش بس سيريال.